50 عاما للوطن. بمناسبة الذكرى 50 لتوليه أول مسؤولية في خدمة شعبه، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وثيقة 50 اللي تتضمن 9 بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل اللي يعيشون في مجتمعها. نحن يا سعيد تعنينا الوثيقة بكل بنودها، لكن أبا أتكلم عن البند الخامس، طبيب لكل مواطن، واللي في هيئة الصحة بدبي نسخر كل قدراتنا عشان تطبيقه، وعشان دبي دوم تقدم أحسن وأحدث الخدمات الطبية في الحاضر والمستقبل. شو يعني طبيب لكل مواطن يا سعيد؟ يعني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مئات الآلاف من الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين نقدر نستخدمهم من كافة أنحاء العالم من خلال تطبيقات الحكومة الذكية. بعد ما القطاع الصحي حقق نسبة نمو 33% في الأعوام الثلاث الأخيرة في دبي، اليوم الرعاية الصحية عن بعد والملف الطبي الإلكتروني وغيرها من التطبيقات والإنجازات تبرهن أنه ما في شيء صعب ولا شيء مستحيل في دبي، وكله لخدمتكم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.